بسم الله، النهاردة إن شاء الله هنشرح منهج جامب أبورد جريد 3 الصف الثالث الابتدائي، وهنشرح يونت 2 الوحدة الثانية وهي عنوانها زير ليت. وهنا أول حاجة عايزين نعرفها زير ليت معناها هم يكونوا متأخرين، وعندي زير اختصار they are، بس بدل ما يقولوا الجملة طويلة they are late فبيقولوها إيه زير ليت. ومين اللي هم متأخرين؟ تود أن تارا. تود وتارا متأخرين على سكول المدرسة. وهنبدأ أول حاجة بالثمان كلمات اللي في بداية كل واحدة، وقلت دي كلمات مهمة جدا لأنها دايما بتيجي في الامتحان. نمبر 1 هليكوبتر، طيارة هليكوبتر. نمبر 2 أمبولانس، سيارة إسعاف. نمبر 3 ترافيك لايتس، إشارات المرور. نمبر 4 فاير إنجن، سيارة المطافي. نمبر 5 بوليس كار، سيارة الشرطة. نمبر 6 لوري، عربة نقل. نمبر 7 موتور سايكل، موتوسيكل. نمبر 8 بيفمنت، رصيف. نمبر 2 ريد اند كومبليت ذا ليسن اند تشيك، اقرا وكمل ثم استمع وصحح اخطائك. ذا بوليس كار از بيهايند ذا وايت لوري، سيارة الشرطة تكون خلف عربية النقل البيضاء. The motorcycle is next to the red car، الموتوسيكل يكون بجوار السيارة الحمراء. The ambulance is waiting at the traffic lights، سيارة الإسعاف تنتظر عند إشارة المرور. The helicopter is flying over the cars، الطائرة الهليكوبتر تطير فوق السيارات. The children are playing on the pavement، الأطفال يلعبون على الرصيف. There is a woman in a red dress، يوجد سيدة ترتدي فستان أحمر. Can you see her؟ هل تستطيع أن تراها؟ The fire engine driver is angry، سائق سيارة المطافي غضبان. Can you see him؟ هل تستطيع أن تراه؟ There are three cats، يوجد ثلاثة قطط. Can you see them؟ هل تستطيع أن تراهم؟ وهنا عندي two mice، الفارين Ned and Stan بيتكلموا. فالأول بيقول له Can you see the helicopter؟ هل تستطيع أن ترى الطائرة الهليكوبتر؟ قال له Yes I can see it، نعم أستطيع أن أراها. فهنا شال كلمة helicopter وحط مكانها إيه؟ It، اللي هي هو أو هي لغير العاقل. بعد كده سأله قال له Can you see the traffic lights؟ هل تستطيع أن ترى إشارات المرور؟ رد على قال له Yes I can see them، نعم أستطيع أن أراهم. Listen to الدرس الثاني. Number 1 listen and read the story then act it out، استمع واقرأ القصة ثم مثلها. هنا عندي picture 1 الصورة الأولى، تود وتارا متأخرين على الباص بتاع المدرسة. فهنا تارا بتقول له Hurry up تود، the bus is coming، بسرعة يا تود أسرع الأتوبيس قادم. قال لها I know I can see it، أنا أعرف أنا أستطيع أن أراه. Picture 2 الصورة الثانية، تود بيقول Come back، ارجع، لأن الأتوبيس غادر وتركهم. وتارا قالت Oh no it's too late، لقد تأخرنا كثيرا. بعد كده نلاقي ولد في الباص بيقول لهم ها ها هارد لك، ها ها حظ سيء. Picture 3 الصورة الثالثة، تود بيقول Bill is laughing I don't like him، بيلي يضحك علينا أنا لا أحبه. بعد كده تارا قالت له Don't worry لا تقلق، I can stop the bus، أنا أستطيع أن أوقف الأتوبيس with my remote control، بالريموت كنترول. Picture 4 الصورة الرابعة، سواق الباص بيقول What's happening؟ ماذا يحدث؟ I can't move، لا أستطيع أن أتحرك بالأتوبيس. فطارة قالت له Good now let's go to school، جيد الآن نستطيع أن نذهب إلى المدرسة. Number 2 complete the write the sentences، أكمل ثم أعد كتابة الجمل. وهنا هناخد أول قاعدة عندنا اللي هي قاعدة ضمائر المفعول، بس قبل ما ناخد ضمائر المفعول لازم نراجع على ضمائر الفاعل. طيب ضمائر الفاعل اللي هي إيه؟ أنا، أي، أنت، يو، هو، هي، هي، شي، هما، زي، نحن، وي، أما، إت، هو أو هي لغير العاقل. وضمائر الفاعل دي بتكون معروفة لأنها دايما بتيجي في أول الجملة. في بقى عندي ضمائر تانية اسمها ضمائر مفعول، دي بقى اللي هي ايه عايزين ندرسها النهارده. واول ضمير عندي اللي هو ايه مي، مي يعني انا. فممكن واحد يقول لي ده طب ما هو اي يعني انا، اه فعلا، لكن انا دلوقتي
ايه الفرق بين اي ومي؟ بس الاول هنعرف ان اي ضمير فاعل ومي ضمير مفعول. الضمير اللي بعد كده يو انت ضمير فاعل، يو انت ضمير مفعول، يعني هو سواء فاعل او مفعول نفسه يو. هي هو ضمير فاعل، هيم هو ضمير مفعول، شي هي ضمير فاعل، هير هي ضمير مفعول، ذي هما ضمير فاعل، ذيم هما ضمير مفعول، وي نحن ضمير فاعل، أص نحن ضمير مفعول، إت هو أو هي لغير العاقل ضمير فاعل، إت هو أو هي لغير العاقل ضمير مفعول. طيب تعالوا بقى نغنيهم كده ضمير الفاعل مع ضمير المفعول. I me أنا، you you أنت، he him هو، she her هي، they them هم، we us نحن، it it هو أو هي لغير العاقل. كده احنا عرفنا ضمير الفاعل وضمير المفعول، لكن امتى استخدم ضمير الفاعل وامتى استخدم ضمير المفعول؟ عشان اعرف الجزئية ديت لازم اعرف ان الجملة في اللغة الانجليزية بتتكون من فاعل وفعل ومفعول. فاذا كنت هجيب ضمير مكان فاعل فهاخد ضمير فاعل، واذا كنت هجيب ضمير مكان مفعول هاخد ضمير مفعول. مثال I met علي، انا قابلت علي. هنا I ضمير فاعل وجاي اهو في اول جملة مكان فاعل. طيب تعالوا بقى نعكس الجملة كده، بدل ما اقول انا قابلت علي اقول علي قابلني انا، هتبقى الجملة ايه؟ علي met me، علي قابلني انا. هنا بقى ما قلتش اي، قلت ايه؟ مي، لان هنا انا هكون في محل مفعول مش في محل فاعل، فلما كنت انا في محل فاعل بقول اي، اما اذا قلت انا في محل مفعول بتبقى ايه؟ مي. مثال اخر، ساره مت علي، ساره قابلت علي. هنا عايز اشيل ساره واشيل علي واحط مكانهم ضمير. طيب ساره هنا في محل فاعل، يبقى اشيل ساره واحط مكانها ايه؟ شي هي. طيب واشيل علي واحط مكانه ايه؟ احط مكانه هيم هو، تبقى الجملة she met him، هي قابلته هو. اوكي؟ طيب نعكس الجملة نقول ايه؟ علي met سارة، علي قابل سارة. هنا علي اصبح في محل فاعل فمش هينفع اقول عليه him، هيبقى ايه؟ he. وسارة في محل مفعول فمش هينفع اقول عليها she، اقول عليها ايه؟ her، هتبقى الجملة he met her، هو قابلها هي. المثال التالي، سارة ونورة met علي and أحمد، سارة ونورة قابلوا علي وأحمد. هنا سارة ونورة في محل فاعل يبقى أشيلهم وأحط مكانهم إيه؟ they هما. وعلي وأحمد في محل مفعول يبقى أشيلهم وأحط مكانهم إيه؟ them هما، تبقى الجملة they met them، هما قابلوهم هما. مثال آخر، علي and I met أحمد، علي وانا قابلنا احمد. هنا اشيل علي وانا واحط ضمير فاعل اللي هو وي نحن، واشيل احمد واحط مكانه هيم هو، تبقى الجمله وي ميت هيم، نحن قابلناه هو. طب تعالوا نعكس الجمله نقول احمد ميت علي اند اي، احمد قابل علي وانا، يعني قابل علي وقابلنا انا كمان. يبقى نشيل احمد، احمد هنا بقى ضمير فاعل، هنشيل احمد ونحط مكانه ايه؟ هي هو. واشيل علي واشيل اسمي واحط مكانها ايه؟ اس نحن، تبقى الجمله احمد مت اس، احمد قابلنا نحن. واخر مثال معانا، اي سو اكات، انا شاهدت قطه. هنا قطه في محل مفعول وفي نفس الوقت هي غير عاقل، يبقى اشيلها واحط مكانها ايه؟ ات، هتبقى اي سو ات، انا شاهدتها هي. هي مين؟ اللي هي الايه؟ القطه. وبعد ما شرحنا ضمائر المفعول ناخد اول جمله نمبر 1، I like Todd، انا احب Todd. هنا محلوله تبقى ايه؟ I like him، انا احبه هو، لان Todd هنا في محل مفعول فاشيل Todd واحط مكانه ايه؟ him هو. نمبر 2، I like Tara، انا احب Tara. Tara هنا في محل فاعل ولا مفعول؟ في محل مفعول، يبقى اشيل Tara واحط مكانها ايه؟ her، هتبقى الجمله I like her، انا احبها هي. نمبر 3، I don't like spiders، انا لا احب العناكب. هنا هنشيل عناكب ونحط مكانها ايه؟ them هم. ليه؟ لان هنا العناكب في محل مفعول، هتبقى الجمله I don't like them، انا لا احبهم هم. واحد يقول لي طب ليه ما خدتش ازاي؟ لان سبايدر زي العناكب مش في محل فاعل، في محل مفعول. نمبر 4، I like my dog،
انا احب كلبي. هنا الكلب غير عاقل وفي محل مفعول احط مكانه ايه؟ it. هتبقى الجملة I like it، انا احبه هو. و it سواء ضمير فاعل او ضمير مفعول هو نفسه ايه؟ it. وهنا عندي في الصورة بيقول لي complete the phrases from the story، كمل العبارات ديت من القصة. اول واحدة بيقول لي come back، ارجع او عد. وتاني عبارة hard luck، حظ سيء. listen 3 الدرس الثالث، number 1 listen and sing، استمع وغني. number 2 read and complete، اقرا وكمل. can you help me، هل تستطيع ان تساعدني. where is the table، where is the table please، can you help me put it in the truck. اين المنضدة، اين المنضدة، هل تستطيع ان تساعدني ان نضعها في الشاحنة. where are the chairs، where are the chairs please، can you help me put them in the truck. اين الكراسي، اين الكراسي، من فضلك هل تستطيع ان تساعدني نضعهم في الشاحنة. where is my sister، where is my sister please، can you help me put her in the truck. اين اختي، اين اختي، من فضلك هل تستطيع ان تساعدني اضعها في الشاحنة. where is my brother، where is my brother please، can you help me put him in the truck. اين اخي، اين اخي، من فضلك هل تستطيع ان تساعدني لاضعه في الشاحنة. number 3 look at the pictures and write more verses، انظر الى الصور واكتب جمل اخرى بنفس الشكل اللي موجود في نفس الاكسرسايز. نعمل مثال مثلا على التي في التلفزيون، فاقول where is the tv، where is the tv please، can you help me put it in the truck. اين التلفزيون، اين التلفزيون، من فضلك هل تستطيع ان تساعدني لنضعه في الشاحنة. listen 4 الدرس الرابع smart alex، alex الذكي. عندي هنا ثلاث صور، اول صورة on roads على الطريق، on water على المياه، under water تحت المياه. number 1 read and match، اقرأ ووصل. it has wheels، it can move on roads and on sand، what is it. انها لها عجلات وتتحرك على الطرق وفي الرمال، ماذا تكون. طبعا دي محلولة اللي هي ايه؟ جيب، اللي هي العربية جيب. number 2 it has a propeller، it can move on water and under water، what is it. انها لها مروحة خلفية وهي تتحرك على المياه وتحت المياه، ماذا تكون. طبعا ايه؟ سي اللي هي ايه؟ سبمارين، الغواصة. number 3 it has wings، it can fly and it can move on water، what is it. لها اجنحة وتستطيع الطيران وتستطيع التحرك على المياه، ماذا تكون. سي بلين، للطائرة البحرية. number 2 listen and number، استمع ورقم. فمثلا حسب الليسننج ممكن مثلا انا ابدا مثلا مع تلاميذي بالصوره اللي في النص، فاقول ايه كيتي invented an air bike، كيتي اخترعت عجله طائره. وطبعا هنا كاتب لي ايه an air bike by كيتي، يعني عجله طائره اخترعت بواسطه كيتي. فطبعا هنا الصوره اللي في النص number 1 اول واحده. ويليام invented a car plane، ويليام اخترع سياره طائره. وهنا كاتب لي a car plane by William، سيارة طائرة اخترعت بواسطة ويليام، يبقى دي number 2. نينا invented a rocket car، نينا اخترعت سيارة صاروخية. وهنا كاتب لي a rocket car by نينا، سيارة صاروخية اخترعت بواسطة نينا، يبقى دي الصورة الأولى تبقى number 3. number 3 draw your own dream vehicle then talk about it، ارسم صورة للمركبة التي تحلم بها. مركبة هنا يعني حاجة بتركبها، عجلة، سيارة، ثم تحدث عنها. listen 5 الدرس الخامس number 1 read and choose، اقرأ واختار. Ned and Stan are at the beach، Stan has a telescope. Ned و Stan لهم الـ 2 mice الفقرين على الشاطئ، و Stan لديه telescope. picture 1 الصورة الأولى، Ned الفقر الأول بيقول can you see Ben and Lola، هل تستطيع أن ترى بن ولولا؟
رد عليه ستان قال له I can see him. أنا أستطيع أن أراه هو. But I can't see her. لكني لا أستطيع أن أراها هي. وهنا مراجعة على ضمير المفعول. ليه خدنا him وما خدناش he؟ لأننا محتاجين ضمير مفعول مش ضمير فاعل. ليه خدنا her وما خدناش she؟ لأننا محتاجين ضمير مفعول مش ضمير فاعل. Picture 2 الصورة الثانية. Grandpa is on the beach. He can see us. الجد يكون على الشاطئ وهو يستطيع أن يرانا نحن. نفس الشيء، نحن هنا في محل مفعول، فما ينفعش أخد وي وبتيجي في أول الجملة في محل فاعل، فهنا لازم أخد إيه؟ أس. Picture 3 الصورة التالتة. Can you see mom and dad؟ هل تستطيع أن ترى الأم والأب؟ Wait a minute، انتظر دقيقة. Yes, I can see them. نعم، أنا أستطيع أن أراهم هم. هنا خدنا them ما خدناش زي ليه؟ لأن هنا محتاجين ضمير في محل مفعول. Picture 4 الصورة الرابعة. There is an airplane. Can you see it? يوجد طائرة. هل تستطيع أن تراها هي؟ طبعا هنا it ليه؟ لأن هنا الطيارة غير عاقل. فرد عليه قال له yes، نعم أراها. Can you see me؟ هل تستطيع أن تراني أنا؟ طب ليه هنا قال me أنا وما قالش I؟ لأن هنا أنا في محل مفعول، فما ينفعش آخد I، فلازم آخد إيه؟ me. Picture 6 الصورة السادسة. Yes of course I can see you. نعم بالطبع أنا أستطيع أن أراك أنت. Number 2 ask and answer. اسأل وأجب. Can you see mom and dad؟ هل تستطيع أن ترى الأم والأب؟ Yes I can see them. نعم أستطيع أن أراهم هم. Pronunciation النطق. Number 3 listen and practice. استمع ومارس. هنا بيكلمني في البرونسيشن في النطق على بعض الكلمات اللي هي بتنتهي بحرف الاس، زي مثلا كلمة cars, helicopters, fire engines, lorries. فبيقول لي ان الكلمات ديت هنا الاس بتنطق زد. بعد كده مجموعة تانية من الكلمات بتنتهي باس والاس بتنطق زد، لكن قبل الزد بنطق حرف الاي، يعني اقول ايه؟ is. For example على سبيل المثال ambulances, buses. يبقى هنا فيها نطق الحرف الزي لكن فيها ايه؟ اي قبلها، يعني از. واخر مجموعه بتكون الاس في نهايه الكلمه وفي نفس الوقت بتنطق نفس ما هي اس، مش بتتحول لزد، زي ترافيك لايتس، بايكس، جيبس. ليسن 6 الدرس السادس. نمبر 1 ليسن اند انسر. انصت واجب. وفي عندي بنت اسمها جان وولد اسمه باتريك. ناخد مثال. جان goes to the garden every Friday. جان تذهب إلى الحديقة كل يوم جمعة. فناخد السؤال عليها where does Jan go every Friday؟ أين تذهب جان كل يوم جمعة؟ أقول إيه؟ أقول she goes to the garden، هي تذهب إلى الحديقة. ناخد مثال على باتريك. باتريك goes to the railway station every day. باتريك يذهب إلى محطة السكة الحديدية كل يوم. نعمل سؤال Where does Patrick go every day؟ أين يذهب باتريك كل يوم؟ He goes to the railway station، هو يذهب إلى محطة السكة الحديد. Number 2 Read and complete، اقرأ وكمل. My trip to school، رحلتي إلى المدرسة. By Laura Green، بواسطة لارا جرين، يعني اللي كتب الكلام دوت لارا جرين. I leave home at 7:45. أنا أغادر البيت الساعة 7:45. I go past a supermarket, a restaurant, and a sweet shop. أنا أذهب مرة بالسوبرماركت والمطعم ومحل الحلويات. I see cars and lorries. أنا أشاهد السيارات وعربات النقل. I get to school at 8:00. أنا أصل إلى المدرسة الساعة 8:00 تماما. Number 3 Write about your trip to school، اكتب عن رحلتك إلى المدرسة. يعني نفس الاكسرسايز اللي فوق، بس أنت هتغير مثلا إيه الساعة، تغير مثلا الأماكن اللي بتمر عليها، لكن هي بتكون إيه نفس الطريقة بتاعة الاكسرسايز السابق. Lesson 7 Your page، الدرس السابع صفحتك. Number 1 Choose the odd one out، اختار الكلمة المختلفة. Number 1 hotel, fire engine, office building, supermarket. hotel فندق،
فاير انجن سيارة المطافي، اوفيس بيلدينج مبنى مكتبي، سوبر ماركت اللي هو السوبر ماركت. طيب عندي هنا الفندق وعندي المكتب وعندي السوبر ماركت، دي اماكن، لكن الفاير انجن ديت ايه؟ سيارة او مركبة، فهي تبقى مختلفة ايه؟ فاير انجن اللي هي سيارة المطافي. نمبر 2 بوليس كار سيارة شرطة، امبولانس سيارة اسعاف، بترول ستيشن محطة بنزين، لوري عربة نقل. هنا سواء سيارة الشرطة او سيارة الاسعاف او اللوري عربة نقل دي مركبات او سيارات، المختلفة ايه؟ بترول ستيشن اللي هي محطة البنزين لان دي مكان. نمبر 3 هم هو ضمير مفعول، هير هي ضمير مفعول، هي هو ضمير فاعل، ذم هم ضمير مفعول. يبقى هما ثلاثة ضمائر مفعول وضمير واحد بس فاعل اللي هو ايه؟ هي. يبقى المختلف ايه؟ هي. نمبر 4 تيبل منضدة، بوك كيس خزانة الكتب او مكتبة كتب، تشير كرسي، موتور سايكل او موتوسيكل. عندي سواء المنضدة او خزانة الكتب او الكرسي دول يعتبروا ايه؟ فرنيتشر اثاث في البيت، لكن مختلف ايه؟ موتور سايكل او موتوسيكل هي دوت ايه؟ وسيلة مواصلات. نمبر 2 write the words in the correct order، اكتب الكلمات في الترتيب الصحيح. نمبر 1 كان يستطيع، هي هو، يو انت، سي ترى. تبقى الجملة can he see you، هل يستطيع هو ان يراك، ودي طبعا اول واحدة محلولة. نمبر 2 هي هو us نحن، can't لا يستطيع، see يرى. نرتبها he can't see us، هو لا يستطيع أن يرانا نحن. نمبر 3 she's هي تكون، at في أو عند، me أنا، laughing يضحك. نرتبها تبقى she's laughing at me، هي تضحك علي أنا. نمبر 4 I أنا، don't لا، them هم، like يحب. نرتبها I don't like them، أنا لا أحبهم هم. نمبر 3 complete the conversation، كمل المحادثة. أول عبارة come back، ارجع أو عد. العبارة الثانية hard luck، حظ سيء. هنا في أول محادثة بيقول له it's broken، إنها كسرت، فيرد عليه يقول له إيه؟ hard luck، حظ سيء. المحادثة الثانية see you later، أراك فيما بعد، فيرد عليه يقول له إيه؟ come back، ارجع أو عد. listen 8 الدرس الثامن. number 1 listen and read the story، انصت واقرأ القصة. the blips عائلة blips. picture 1 الصورة الأولى Tom jumps down a hole in the cupboard، توم قفز في فتحة في الدولاب. follow me اتبعوني، he says قال لهم. براد and Jenny run behind him، براد وجيني جروا وراءه. wait for us they shout، وصرخوا انتظرنا. Tom's in a toy cupboard، توم يكون في دولاب ألعاب. oh wow it's fantastic he says، وقال يا له من شيء مدهش. what can you see Tom Jenny asks، وسألته جيني ماذا تستطيع أن ترى. there is a fire engine a police car behind it and a lorry next to it he answers، فأجابها يوجد سيارة مطافي وسيارة شرطة خلفها ويوجد أيضا عربة نقل بجوارها. توم can see the teacher now، توم يستطيع أن يرى المعلمة الآن. there's the teacher's toys she uses them in her English classes he says، وقال هذه تكون ألعاب المعلمة وهي تستخدمهم في حصص اللغة الإنجليزية. the teacher is starting her class، المعلمة تبدأ حصتها. Good morning children what is this، صباح الخير أيها الأولاد ما هذا. can you tell me she asks، هل يمكنكم أن تخبروني. Brad jumps down the hole، براد قفز داخل الحفرة. he gets a motorcycle، وحصل على موتوسيكل. look at me he says، وقال له انظروا إلي. I'm learning English، أنا أتعلم اللغة الإنجليزية. number 2 what's in the toy cupboard، ماذا يوجد في دولاب الألعاب. there is a blue motorcycle، يوجد موتوسيكل أزرق. هنجيب احنا حاجة كمان موجودة في الدولاب.
There is a yellow car. يوجد سيارة صفراء. There is a red fire engine. يوجد سيارة مطافي حمراء. وبكده أصدقائي تلاميذ الصف الثالث نكون انتهينا من يونت 2، وأشوفكم إن شاء الله في يونت 3. See you later. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.